انتي اتغيرتي كام في المية عن رضوى التي كانت؟ يعني 100%. كنت انسان بيحب الناس اللي حواليه اكتر ما بيحب نفسه. بطلت او بعرف اوازن دلوقتي. كنت انسان طموح الناس اللي حواليه ينجحوا اكتر منه، يعني بستمد نجاحي من نجاحك. بطلت. كنت انسان بيشوف انه مش مهم هو، مش مهم انا، انه طول الوقت انا لازم اكون بشتغل للاخر. كنت انسان بيقول ان اللي اتكسر يتصلح، اتكسر بيترمي. Get away.